بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأفضل الصلوات وأتم التسليمات وأزكى التبريكات على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ، أرائي هذه الحفلة إحسان الله المحمدي الصفوي حفظه الله ورعاه وسائر الأساتذة والمسؤولين في الجامعة والحضار الكرام. أعتذر إليكم أولا لأن أخطب باللغة العربية. وأنا بالنسبة إلى اللغة الأردية قليل البضاعة. على كل حال، بلغني أن هذه الحفلة حفلة شهرية تعقد بذكرى سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدارين. كما أنكم تعلمون، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين المهديين، ومع ذلك له فضائل عديدة، ليست العديدة بل فضائل لا تحصى. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في حق مناقبه أنه لم ينقل لأحد من الصحابة من المناقب ما نقل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الخلفاء الأربعة على ترتيبهم: الأول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، والثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبعد هؤلاء الثلاثة منزلة ومكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا هو الحق والحقيقة. ومع ذلك لم ينقل لأحد من الصحابة حتى لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه ما نقل من المناقب لعلي رضي الله عنه، وهناك سبب لهذا الأمر. يعني كان لقوم من المسلمين بغض لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبالضبط كان بنو أمية يبغضون، وهذا البغض أدى إلى أن نقل من عنده شيء من مناقب علي إلى من يرثه من هذه الأمة المحمدية. وهذا البغض ليس من جانبهم فقط، بل كان بغض قوم لعلي رضي الله عنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ഹുബ്ബുൽ അൻസാരി വ അലിയിൻ മിനൽ ഈമാൻ ഔ കമ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹുബ്ബു അലിയിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മിനൽ ഈമാൻ വ മിൻ അലാമത്തുൽ ഈമാൻ. മാ ഹുവ സബബു ഹാദൽ ഖൗൽ? المنافقون كانوا يغضبون عليا رضي الله عنه، وكذلك المنافقون يغضبون الأنصار رضي الله عنهم، وكل هذا البغض من جانب المنافقين لنصرة الأنصار لهذا الدين ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا ينصرونه وهؤلاء يغلبونه. وكذلك علي رضي الله عنه له فضائل، من بين فضائله فضائل عديمة النظير لا توجد لأحد من الصحابة، من مهمها أن علي رضي الله عنه تربى في حجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ وتربى في حجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل وهذا الشرف لم يجده احد من الصحابه، لكفاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجهه سبب. يعني كانت لقريش في وقت من الاوقات سنه مجاعه ومشقه اصابتهم، മജാഅത്തും വമശഖത്തും. അന്ദൈദിൻ കാന അബു താലിബിൻ വാലിദു അലിയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കസീറൽ അയ്യാലി ഫശഖ അലൈഹി ഹാദിഹിൽ മശഖത്തു. ഇന്ദമാ റാ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മശഖത്ത അബി താലിബ് لأجل كثرة عياله شاور النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد المطلب مع عباس رضي الله عنه، مع عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، شاوره وقال له هذا أبو طالب عنده عيال كثير له في هذا الوقت مشقة شديدة، لذلك لو خففنا شيئا من مشقته شاوره فاعترف فذهب ودخل على أبي طالب وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت ذو عيال كثير عليك مشقة بسبب هذه المجاعة والقحط والجوع في بلدنا فنريد أن نخفف منك شيئا، لذلك نريد أن نتكفل واحدا واحدا من أبنائك. وهذا علي رضي الله عنه، أمها فاطمة بنت أسد بن زهير، ولدت لأبي طالب ستة من الأولاد، بنتان وأربعة من الأبناء. علي بن أبي طالب أصغر الأولاد، وأكبر منه جعفر بن أبي طالب، وأكبر منه عقيل بن أبي طالب، والأكبر هو طالب، كني لأجله أبو طالب بأبي طالب. عندما اقترح على أبي طالب هذا الأمر هو قال لو تركتما عقيلا وطالبا فافعل ما شئتما. فتكفل عباس رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب، وتكفل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هكذا كان تربى علي رضي الله عنه في هجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل لم ينله أحد من الصحابة. وهكذا كثير من الفضائل كانت
ഹുജറാത്തു അസ്വാജ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ഹൗല അൽ മസ്ജിദിൻ നബവി وبين هذه الحجرات حجرة واحدة فقط بيت واحد فقط وهذا بيت علي رضي الله عنه ليس بين هذه الحجرات حجرة احد من الصحابة ولا احد من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان كثير من الفضائل وهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه مرة يعني عند مبارزته في خيبر ملك خيبر مرحب افتخر هذا الرجل يعني ملك خيبر مرحب هو افتخر بشجاعته عندئذ رد عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه بقوله انا الذي سمتني امي حيدرا كليس غابات كريه المنظر علي سماه ابوه بعلي لكن سبق ان سمته امه بحيدر تعلمون معنى حيدر حيدر معناه اسد لكن هذا حيدرة بالتاء تاء مبالغه تعلمون فاذا ليس اسدا عاديا بل هذا اسد كثير الشجاعة كبير الشجاعة وظهر في علي رضي الله عنه فعل هذه التسمية وهذا ظهر عندما بارز هذا الرجل يعني ملك خيبر للمسلمين وافتخر عليهم بشجاعته ف تقدم إليه علي بن أبي طالب رضي الله فضربه رجل من المشركين فترك ترسه ثم قلع باب الخيبر وحمله ترسا وكان يحمل هذا الباب باب خيبر حتى فتح الله على يديه خيبر والذي روى هذه القصة أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو رافع رضي الله عنه قال بعد ذلك أراد نفر أن يقلب هذا الباب من موضعه وأنا ثامنهم لم نستطع أن نقلب من موضعه أبو رافع رضي الله عنه قال نحن ثمانية نفر أقوياء أردنا أن نقلب هذا الباب الذي حمله علي بن أبي طالب رضي الله عنه كترس للمبارزة مع أعداء المسلمين في خيبر وحمله وقتا طويلا جدا ما استطاع ثمانية نفر أن يقلب من موضعه وهذا وهذه الشجاعة والطاقة والقدرة من فائل تسميته أمه بحيدر ثم سماه أبوه بعلي رضي الله عنه وهذا علي رضي الله عنه في الحقيقة أبو المساكين أنا عبرت بالمساكين أردت بالمساكين أهل التصوف والطريقة هكذا عند أهل التصوف اصطلاح هم يسمون عن أنفسهم بالمساكين من طرق التصوف القادرية والرفاعية هي المنتشرة في العالم أكثر وهاتان السلسلتان تنتميان وتنتسبان إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك أكثر طرق التصوف تنتمي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهناك بعض الطرائق
للتصوف تنتمي إلى أبي بكر رضي الله عنه وإلى سائر الخلفاء، أما أكثر تنتمي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعض الناس عندهم تهمة في هذه المسألة، عندما صار سيدنا الصديق الأكبر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه جميع الفضائل الدينية إلا الرسالة والنبوة إلى خليفتنا إلى خليفته سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، أما الرسالة والنبوة لا تنتقل. لماذا؟ لأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. من بين هذه المراتب والفضائل الخلافة في التصوف والخلافة في القطبية وهكذا جميع الخلافات، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الطرائق وفي هذه السلسلة والشجرة طريقان، طريق نازل وطريق عال، كل ما حصل في هذا الأمر من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه خلافة عمر وخلافة النبي بكر وخلافة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فإذا انتشر هذا السند العالي، وكذلك كان هناك سبب كما قلت، بغل بني أمية، وهم أخطأوا في هذا البغل كما قالت الأئمة رضي الله عنهم. وإذن بهذا السبب كل الناس أحبوا عليا رضي الله عنه ونشر فضائله أكثر ردا على هؤلاء. وهناك واقية أخرى أيضا، وهذه ظهرت في حسن ابن علي رضي الله عنهما، ويقال في حق حسن ابن علي رضي الله عنهما أنه تزوج نحو 70 أو 90 أو أكثر من 100، وأكثر ما قرأت في حقه أنه تزوج 300 امرأة. لو كان هذا صحيحا كيف وقع هذا؟ يعني عندما كان هناك بغل بني أمية لعلي رضي الله عنه ونسله وأسرته، كان المسلمون يحبونه، فإذن كل أهل بيت وكل أسرة وكل قبيلة يأتون بحسنائهم إلى حسن بن علي رضي الله عنه ويطلبون منه أن يتزوجها لأن يتبركوا إما بما ولدته هذه الحسناء هذه المرأة من هذا النكاح، أو بشرف هذه المرأة التي يتزوجها حسن بن علي رضي الله عنه. يعني كل المسلمون أرادوا بركة حسن رضي الله عنه، لذلك الناس طلبوا منه أن يتزوج هكذا، وكان يتزوج ثم يطلق، يعني لأجل طلبهم وإجبارهم كان يتزوج ثم بعد ذلك يطلق، فإذا ثم يتزوج أخرى يطلقها ثم يتزوج أخرى، وهذا كان ما كان من رغبة حسن بن علي رضي الله عنهما في تعدد النساء أو تكثير النكاح، بل كان هذا من محبة المسلمين لأهله، هكذا وقع. فإذا وهذا الطريقة وأصلها
എന്തമീല അലിബിൻ അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു വഹാദിഹി അത്തരീഖത്തു ഫീ ലുഗത്തി അൽ ഖുർആനി വസ്സുന്നത്തി യുഅബ്ബറു ബിൽ ഇഹ്സാൻ യഖൂലു ഇമ്മ തരീഖത്ത് ഔ തസവ്വുഫ് ഹക്കദ നുഅബ്ബർ ലക്കിൻ ഫീ تعابير القران والسنه الاحسان فالطريقه مبنيه على احد احد الامرين اما المشاهده او المراقبه اما المشاهده او المراقبه يعني ينبغي ان يكون العبد عابدا لله يؤدي عباده ربه مشاهدا له او مراقبا له لا ثالث لهاتين المرتبتين وهذا هو الاحسان او هذا هو عين الطريقه او هذا هو حق التصوف لا ثالث له كما بينه ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري وكذلك ابن رجب الحنبلي في فتح الباري شرح صحيح البخاري كما بين الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم وهؤلاء كلهم بين يعني هذا الامر مبني على هذين الامرين اما المشاهده والمراقبه وهذا الذي علم سيدنا جبريل عليه السلام لهذه الأمة بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم في محضره عندما سأله عن الإحسان حضر في مجلس الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان يا رسول الله أجاب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإذا الإحسان أن تعبد الله فهذا هو المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه كأنك هذا كأن للتحقيق يعني أن تعبد الله شاهدا لربك أنت تشاهد ربك هذا هو المشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا هو المراقبة فإذا في الطريقة ليس أدون من هذه المرتبة وأنا لا أريد أن أطول الكلام أنا أريد أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في دعوتي وإحضاري هنا خصوصا هذا الشيخ إحسان الله صفوي منذ أن عرفت هذه الجامعة رغبت أن نزور هذه الجامعة وأن نلاقي أساتذة هذه الجامعة وطلابهم ومسؤولهم لكن وفقني الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر في هذا اليوم أؤدي الحمد لله أولا والشكر لجميع من ساهم في هذا الأمر ولا أريد الإطالة وألتمس منكم الدعاء لي ولوالدي وللأساتذة ولجميع التلاميذ وكذلك لجامعة مركز الثقافة السنية ولشيخ الجامعة شيخ أبي بكر أحمد حفظه الله ورعاه اللهم اجمع بيننا وبين أسلافنا في مرافقة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اختتم بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.